والآن وقفتنا الخاصة باستعراض أخبار الطقس والأحوال الجوية مع مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا من جديد دينا وشكرا محمد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة نستعرض فيها أحوال الطقس ودرجات الحرارة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس خريفي معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، إنما يسود ليلا طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي صباح الباكر على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 25 درجة والصغرى 18 درجة، يكون الجو فيها معتدل. في الأسكندرية 24-17 معتدل، في مطروح 23-16 يكون الجو فيها معتدل، في بورسعيد 24-17 معتدل، في الإسماعيلية 26-14 يكون الجو معتدل. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 25 درجة والصغرى 15 يكون الجو معتدل، في العريش 24-17 معتدل، في طابة 24-19 يكون الجو معتدل، في شرم الشيخ 28-20 مائل الحرارة، في الغردقة 27-19 يكون الجو معتدل. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 28 درجة والصغرى 14 درجة، يكون الجو فيها مائل للحرارة، في أسوان 29-15 مائل للحرارة، في الوادي الجديد 29-12 مائل للحرارة، في شلاتين 28-21 مائل للحرارة، في حلايب 25-21 يكون الجو فيها معتدل. الآن مشاهدينا الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.